تتواصل فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 وسط إقبال جماهيري كبير. تأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير الجاري بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب. للمزيد من المتابعة حول فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ينضم إلينا مباشرة من هناك باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك باسم، ولك متابعة في هذا السياق، تفضل. تحياتي إليك من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 والذي يصل إلى نهاية المطاف. غدا هو 6 فبراير آخر أيام معرض الكتاب، ويعني ندعو المصريين جميعا لمن لم يشارك أو يزور معرض الكتاب هذا العام أن يعني يحصل على الفرصة الأخيرة لحضور هذا الكرنفال الثقافي الأدبي العلمي الزاخر في جمهورية مصر العربية. ومن يجد من يأتي إلى هنا ويرى كمية الزوار من الدول العربية والدول الأسيوية والأوروبية الحريصين من جنسيات مختلفة على عدم تفويت هذا العرس الثقافي، يعرف جيدا أن لديه في مصر معرض جدير بألا يفوت حتى ولو كانت الزيارة دون اقتناء أي كتب. هذا المعرض الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية دولية ألقت بظلالها على فعاليات ونقاشات هذا المعرض، ويأتي اليوم تحديدا ويحمل عنوان الثقافة والتراث الفلسطيني، والذي جاءت مناقشاته وندواته الرئيسية هذا اليوم خصيصا للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وجاءت مناقشاتها حول الدور المصري الفاعل في القضية الفلسطينية منذ بدايتها، منذ وعد بلفور وحتى عملية طوفان الأقصى. سياسيون وبرلمانيون ونواب ومفكرون من مصر ومن فلسطين ومن دول عربية شاركوا اليوم في الفعاليات التي أقيمت في ندوات مختلفة لاستعراض القضية الفلسطينية وبدايتها وسبل حلها، وأيضا الدور المصري البارز والتاريخي والراهن في مساندة الشعب الفلسطيني للوصول إلى حقه المسلوب وقيام دولته المنشودة وإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى أرض فلسطين كلها. اليوم جاءت بعض الفعاليات أيضا كمعرض الرسوم الذي جاء فيه الأطفال ليعبروا عن مشاركتهم أيضا لفلسطين ولأطفال فلسطين من خلال مشاركتهم برسومات تعبر عن محبتهم لفلسطين وللأطفال الفلسطينيين وللشعب الفلسطيني. نعم. في يوم كان فلسطينيا بالجملة على أرض مصرية. معرض الكتاب هذا في نسخته هذا العام قد كسر حاجز الزوار، كسر حاجز الزوار الرقم القياسي للمعارض السالفة، حيث تجاوز 4,100,000 زائر حتى الأمس وفق بيان وزارة الثقافة. ويعني اليوم بعد أن يختتم فعاليات هذا اليوم تختتم فعاليات هذا اليوم قد نصل إلى رقم قياسي جديد لزوار هذا المعرض، والذي يستمر معنا حتى الغد الثلاثاء 6 فبراير. نعم، أشكرك شكرا جزيلا باسم أبو العنين من معرض القاهرة الدولي للكتاب على كل هذه التفاصيل.